ايه يا ابني؟ انت جايبني النهارده اسمع كركره الشيشه ولا ايه؟ خلص، عاوزني في ايه؟ لا بقول لك يا عم مارع، ما تاخدنيش في دوكه، انت تشرب حاجه الاول. يا عم طفحت حاجه، عاوز مني ايه؟ شربت؟ شربت. يبقى تاكل. عم محمود والنبي ربع كفته لعم مارع هنا على حسابي. عم محمود مين يا كذاب؟ عم محمود بتاع فول. هتجيب لي بقى حضرتك كفته بالزيت الحار؟ خلص يا ابني، عاوز ايه؟ يعني انت مش عايز؟ مش عاوز، ريح ضهرك وقول لي عاوز ايه. طب الحمد لله ان انت مش تاكل. خلاص سك على الكفته عم محمود. ايه؟ سك على الكفته. عاوز ايه بقى؟ شوف يا عم مرعي، انت عارفني من وانا عيل صغير قد كده، والحمد لله رب العالمين عمرك ما شفت مني حاجه وحشه. وحضرتك بقى الحاجه الوحشه دي هتوريها لي النهارده، مش كده؟ لا يا عم مرعي. حقيقة. ربنا ما يجيب حاجه وحشه يا عم مرعي. لا مش القصد كده خالص. انا قصدي يعني ان انت عارف ان انا راجل محترم، وانتوا بسم الله ما شاء الله عيله كمان. فانا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اجيب الراجل المحترم ده اللي هو انا، والعيله كمان دول اللي هو انتوا، ويبقى الراجل المحترم هنا والعيله كمان هنا، ونروح مدخلين الراجل المحترم في العيله كمان وملخبطينهم على بعض كده يا عم مرعي. مالك يالا في ايه؟ عمال تنتش كده زي العربيه البايظه، ما تجيب اولاني واطلع وخلصت. بس انا بصراحه يا عم مرعي عايز اخد خطوه مع بيسا، وما رضيتش اتعداك، قلت اجي لكبير العيله، وبصراحة كده مكسوفة فاتح بيسا أو أكلمها في الموضوع ده. يا سلام يا مأمون، عاوز تتجوز بيسا أنا؟ أنت هو الطيب وابن حلال وألف واحدة تتمناك. بس يا سلام يا مأمون لو كان ربنا خلقك أقرص ما بتتكلمش خالص، كنت هتبقى عسل عسل. بس هنعمل إيه؟ والله العظيم عيب عليك يا عم مرعي. طب بذمتك انت انا عمري فتشت لك سر الفترة الأخيرة؟ وأنت بذمتك انت شفتني قلت لك حاجة الفترة الأخيرة؟ شفت؟ شفت ايه يالا؟ انت بتشغلني؟ ما بصراحة بقى يا عم مرعي انا عايز اتجوز بيسا ومحدش يقف جنبي في الموضوع ده غيرك. خلاص طالما انت كده طلعت واد مجدع وابن حلال وجاي لي من الباب دغري، استنى عليا بالليل بس كده وفتح بيسا واجس لك نبضها. ربنا يخليك يا عم مرعي. باركولا يا جدعان. مبروك يا مأمون. على ايه؟ اتهم مبروك. لا يسكت، مفيش مبروك ولا حاجة، خش جوه. خلاص مفيش مفيش، انت هتتعبنا. حسيت نبضها ورفضت. حسك عينك حد يشم خبر بالموضوع ده لغايه ما اقعد مع بيسا واخد رايها وتوافق وتقعد في الكوشه تبقى تتكلم. ما تقلقش يا عم مرح، عيب عليك، ده انا حتى مسميني مأمون العريس. دوم تا 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 دوم تا تا.